السلام عليكم، سميتي ربيع بالازرق، عندي 13 سنه. اليوم غادي نشارك في هذه البطوله. كنشكر البطوله ديال موي تاي، كنشكر المدرب ديالي عز مزاز البطل ديالو وصلت لهذا المستوى، كنشكر حتى رئيس عصبه الريف. شكرا. السلام عليكم، انا سميتي آية عزيز، عندي 14 سنه. اليوم جيت نشارك في هذه البطوله هذه، وكنشكر الرئيس لعصبه الريف، عصبه الريف، والحمد لله كنشكر استاذ المدرب ديالي عزيز مزازي اللي فضلوا وصلت لهذا المستوى هادي، وشكرا. السلام عليكم، سميتي فردوس عزيز، كنتمي لعصبة الريف، والحمد لله وهذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الاستاذ ديالي اللي كان ما كانش يعني ما غاديش نوصلوا لهذا المستوى. الحمد لله خديت الرتبة الأولى وشكرا. السلام عليكم. الحمد لله هذا واحد النهار كبير في القاعه المغطاه بمدينه الناظور العصبه الريف على المجهود اللي دايره والمكتب المسير، كنشكرهم بزاف من ناحيه النظام ومن ناحيه تبارك الله على هذا الابطال اللي بينوا اليوم وصراحه وقال ما عندنا ما نقول، الحمد لله والفضل كان رجع للسي الرئيس رمضان هيراندو والمكتب اللي كيخدم، شكرا نقول له بهذا المنظر هذا. الله يجزيهم بخير والله يرحمهم الوالدين وحفظهم الله تعالى، ونتمنى ان شاء الله بحال هذه الانشطه يكونوا عندنا ديما وكل مره في الشهرين في ثلاث شهور يكون بحال هذه البطولات الجهويه الوطنيه. والحمد لله عندنا اليوم الاقصائيات فريده الطاي بوكسينغ، الحمد لله الابطال غادي يبينوا على المستوى ديالهم
والحمد لله العصبة اللي فيها أبطال وفيها أساتذة من النوع الكبير، والحمد لله نتمنى الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.